هذه ضاحيه ديال ام الزر كندر. هذيك هي ام الزر، راها ام الزر كندر هي هذه. هذه الضاحيه ديالها كلها عباره عن بساتين، بساتين ديال التفاح، بساتين وحقول ديال التفاح. وتعد ام الزر كندر من المدن المغربيه السياحيه الجميله المتواجده في جبال الاطلس. بارك الله، الشجرات شجره عامره كلها تفاح. وكتواجد ام الزر كندر في منطقه فاس مكناس، وهي منطقه غنيه جدا بالماء، وكيستعملوا الصير. عاد التقنيه دي ولات جديده ديال الصير في التفاح. كتمتاز ام الزر كندر بانتاج التفاح، وهي اول منطقه في المغرب في انتاج التفاح، وسكان ديالها من قبائل الامازيغ. هذه القبيله هذه مشهوره بالحدوث ديالها في المغرب بكامله، وهي كذلك منطقه سياحيه مشهوره بالداخل والخارج. وهذه الطريق اللي كتدي لفاس ومكناس، وعدد السكان ديالها كيوصل تقريبا الى 25,000 نسمه. هي منطقه بارده جدا خاصه في فصل الشتاء، وكتميز بتساقط الثلوج، لذلك فهي بارده. فصل الصيف كتميز بمناخ معتدل، وبسبب هذا المناخ المعتدل كتجلب السياحه الداخليه والخارجيه. وكتواجد كذلك في منطقه ام الزر كندر كثير من الضيات، مثل ضية حشلاف، ضية حوال اللي جفات الآن ما بقاتش كيف كانت، وكثير من الينابيع المعدنية مثل عين السلطان. هذه لوحة من ام الزر كندر. هذا الطريق الرئيسية لغدا الفاس، وهي طريق تربط بين الفران وفاس مكناس. قلنا بان ام الزر كندر منطقه مشهوره بالتفاح، مشهوره بكثره الينابيع، منها عين السلطان اللي كيتميز بقله ماده الصوديوم. احنا الان كنتواجدوا في المدينه، داخل المدينه، والينابيع في ام الزر كندر كثيره، كتجري بهذا الشكل هذا في قنوات، والمياه ديالها صالحه جدا للشرب.